أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل لهم أئمة ونجعل لهم الوارثين. ونمكين لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ما منهما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وخرمنا عليه المراد من قبل وقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكبزه موسى فبكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت
علي فلن أكن ذاكرا للمجرمين. فأسبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يختمرون بك ليقتلوك. إن الملأ يختمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما ربد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى تصدر رعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى ظلي، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصاص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبتي أستأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى أبتني هاتين على أن تأجرني 8 حجاج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشوك عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.
فلما قضى موسى الأجل وسر بأهله عن من جانب طور نارا قال لي أهله امكثوا إني آنست نار لعلي آتيكم من خابي خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شط الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرات أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألك عصاك. فلما رآك تهتز كأنك جان ولا مدبر ولم يعاقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمينين أسلك يدك في جيبك تخرج بيداء من غير سوء وادمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منكم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وهو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أو يصدقون إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عدوك بأكيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسيلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من بعدك ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا خمان ولا تيني فاجعل لي صرخا لعلي يطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناكم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبخناكم في خزه دنيا لكنة ويوم القيامة هم من المكبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أقلقنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطول عليهم الأمر ولكننا أنشأنا قرونا فتطول عليهم العمر وما كنت سبيا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبكم مصيبة بما قدمت أيديكم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَبَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لكم القول لعلكم يتذكرون الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم فيه يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أخرجوا عنه وقالوا لنا أخمالنا ولكم أخمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبيع الهدى معك متخطف من أرضنا أَبَلَمْ نُنَكِّي لَكُمْ حَرَامًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وكم أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَتِرَتْ مَعِيشَتَهَا فتلك مساكنكم لن تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مخليك القرى حتى يبعث في أمك الرسول يتلو عليهم آياتنا
وما كنا مدرك القرى إلا وأهلها الظالمون. وما أوتيكم من شيء فتمتع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وكيد دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لكم وروا العذاب لو أنكم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزقنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أفلم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذين فرض عليك القرآن ليردوك إلى معد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظاهرا للكافرين.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء خالقه إلا وجهك له الحكم وإليه ترجعون.